خليني كمان اختم لقائي معاكم برساله لو تحبوا توجهوها لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. نعرف انه يمكن تابع حاله امنيه وامل، ولو حابين توجهوا له كلمه او حابين توجهوا له رساله اتفضل. هي امنيه وامل، عايزين نغنوا اغنيتين على فكره للاهلي، ومحضرين اغنيه للكابتن محمود الخطيب. ناخد واحده منهم سريعه جدا، يلا نبتدي للاهلي ولا كابتن بيبو؟ اللي انتوا تحبوه، وبعد كده نطلب بقى من كابتن بيبو. يلا. تعرف بيبو كنا في مصر نحب الجول، هو اللي يجيبه صرته في ايدنا وعلى من نادي مش بنسيبه. ماتش كوتوكو ولا الكعبو جول عدتو اتحسوا اخوكو، اخلاق موهبة غير مسبوقة. فاكرين لما اعتزل الكورة حصل لنا ايه؟ زي اللي بيتاخد منه اخوه حبيبه، ساب الملعب لكن عمره ما ساب النادي. لما كتب ويا المجموعة تاريخ مش عادي، ادوا كؤوس الاهلي ويلا افتحوا دواليبو. تعرفوا بيبو ساب الملعب لكن عمره ما ساب النادي، لما كتب ويا المجموعة تاريخ مش عادي، ادوا كؤوس الاهلي ويلا افتحوا دواليبو. تعرفوا بيبو اللي اتربى في قلب النادي وعاش من خيره، زي ما شافه اتعلم واجبه يعلم غيره. لما ولاد الاهلي ضحوا شوفوا ترتيبه، تعرف بيبو. جميلة يا أمنية، جميلة يا أمل. أنا هسقف لكم بقى وأقول لكم برافو برافو جدا جدا. أنتوا أحلى حاجة فيكم ضحكتكم الحلوة دي، يعني بجد ربنا يبارك لك فيهم ويفرح قلبك بيهم، ما شاء الله عليهم. والحقيقة أنت كمان على المستوى الشخصي ليك يعني تحية تقدير واحترام، أنت تستاهل الحقيقة إن أنا كمان يكون ليا معاك لقاء خاص، لأنك أنت مثال وأعتقد قدوة، ووراك رسالة مهمة جدا انها توصل لكل الناس. فتحية مني يعني كبيرة جدا استاذ عماد، شرفتنا ونورتنا وبشكركم. انا اتشرفت جدا جدا وانبسطت جدا انكم كنتوا معايا.